ذكرت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين أنروا أن ما لا يقل عن 20,363 نازحا فلسطينيا احتموا في 44 مدرسة تابعة للوكالة في كافة مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع. وأكدت الوكالة مقتل صبيين في مدارس الأنروا في خان يونس وبيت حانون، موضحة أن مدارس الأنروا تضم 28 ملجأ مخصصا للطوارئ إلى جانب 16 ملجأ غير مخصص. وأفادت الأنروا بتضرر 3 مدارس تابعة للوكالة جراء الأضرار الجانبية الناجمة عن الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.